تعانق اللاعبين روح رياضية كبيرة لهذا اللاعب الفذ، وهذا اللاعب الذي ربما لن يتغير، لن يجد التاريخ مثيلا له. شكرا لك دييغو، أمتعتنا بالرغم من قصر المدة. شوف شوف تواضعه الكبار، شوف تواضعه الكبار، وشوف تواضعه الأساطير. أنت مارادونا، أنت الأسطورة، أنت ربما الاستثناء الكروي. هذه واحدة من إبداعاته. شوف الانتيريور، شوف الانتيريور. نعم، دييغو مارادونا في ملعب الشيخ محمد الغضب، محاصر من طرف المئات من المعجبين، من طرف مئات من المعجبين. وأقرب شخص إليه هناك الأرجنتيني عمر دافونسيكا، واحد من اللاعبين. إذن قريب منه كما قلت.